السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر ابن شمس الدين منذ قليل أن من حق الكلام أن يحمل على حقيقته إلا ما حتى تتفق الأمة، وذكر أن هذا هو الكلام الوحيد. لكن بعد ذلك كما قلت ذكر ابن عبد البر أن الكلام يحمل على الأظهر والأشهر من وجوده ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم. فإذا ابن عبد البر قال أن الكلام يحمل على ظاهره ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم، هو عين قول الأشاعرة، أنه إذا جاء الدليل العقلي يمنع أن الله سبحانه وتعالى يتصف بكذا أو بكذا، خلاص يحمل على. فإذا هم يتفقون، يعني ابن عبد البر والأشاعرة يتفقون على هذه القاعدة. قد يختلفوا على التفصيل بقى، هل هذا دليل يمنع يجب له التسليم أو لا يجب له التسليم. ثم ذكر بعد ذلك مسألة الاستواء، وقد فرقنا بين مسألة الاستواء وغيرها. إن ابن عبد البر قاعدته أن التكييف إذا وجد التكييف فهو يمنع هذا، لأن التكييف يجعل الله سبحانه وتعالى مشابه للمخلوقات. أما الاستواء عنده وهو العلو والاستقرار وكذا، هذا لا يوجب تكييفا عنده، فيراه أنه على ظاهره وعلى حقيقته اللغوية. الشيء والاستقرار والتمكن فيه. وقال أيضا الاستواء الاستقرار في العلو. يعني ابن عبد البر لم يترك مجالا للأشاعرة أن يقولوا عنه مفوض كما زعم سيف. سيف قال، هو دعم سيف أنه في الفيديو اللي أنت ما عرضتوش أن ابن عبد البر مفوض كتفويض الحنابلة وبعض متقدمي الأشاعرة، مع إثبات صفة العلو، وهو يثبتها بطريقة معينة لا تشبه كلام المجسمة مطابقة، ولا تشبه كلام الأشعرية الذين لا يصفون الله سبحانه وتعالى بالمكان مطابقة، هي بين تمام. وذكر أن هذا لا يخرجه عن كونه من أهل السنة، كما أن أبا يعلى واسمه التاني ده وابن الزاغوني وغيرهما من أهل السنة، وهم من الحنابلة المفوضة. لأنه مفوض مسلك الإمام ابن عبد البر في مجمل أبواب الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة، يسلك التفويض حينا ويسلك التأويل حينا، ولم يترك مجالا للأشاعرة أن يقولوا هو يقصد كذا وكذا، بل صرح بتصريح واضح جدا وقال الكلام الذي هم يزعمون أن قائله مجسم. كما قلت ذكر صحيح بعض الأشاعرة وكثير من الأشاعرة يقولون أن من أثبت العلو على معنى المكان يكون مجسما، لكن ابن عبد البر في محكم كلامه أيضا نفى عن الله سبحانه وتعالى الترسيم والجوهر والعرضية. مسألة طويلة تحتاج إلى تحرير، لكن احنا بنتكلم هنا على سيف العصر نفسه ذكر أن هذه المسألة التي قال بها الحنابلة المفوضة وقال بها بعض متقدمي الأشاعرة كما أسلفنا ابن مهدي الطبري والبيهقي وابن عساكر والخطاب وغيرهم، يعني هذا القدر لا يثبت تجسيما، بل هو من أهل السنة والجماعة. وإنما هذا الخلاف الدقيق يعني لا يجعله مجسما، وحتى التجسيم عندهم فيه خلاف هل هو كفر أم ليس بكفر. إذا قال ما يلزم منه كذا أنه يكون مخلوقا أو لا، ففي خلاف طويل عندهم في هذه المسألة. مجسم كافر ما هو قلنا فيه خلاف عندهم، ما تعملش الكلام كده، يعني في خلاف عندهم. والقول المشهور أنه لا يكفر إلا إذا كان كلامه يلزم منه لزوما صريحا أن يصف الله سبحانه وتعالى بصفات الخاصة للمخلوقين. أحسن ما تنسبوا لكم بتزوير كفر وخلاص. ماشي يا عم. ولكن ينقصكم علماء فتنسبون إلى ينقصكم علماء لا حول ولا قوة إلا بالله. أنفسكم أمثال ابن عبد البر رحمه الله تعالى. يعني لا تعليق. بل ابن عبد البر تخيل يثبت المكان صراحة، بل يقول اسمع في صفحة 135 درر يقول وقد قال المسلمون، وهذه التي قلت لكم يعني ستكون مفاجأة جميلة، وقد قال المسلمون وكل ذي عقل أنه لا يعقل كائن لا في مكان، أنه لا يعقل كائن لا في مكان منا، وما ليس في مكان فهو عدم. طيب ابن عبد البر نفسه يثبت أن الله سبحانه وتعالى كان في الأزل في لا مكان، في نفس الصفحات دي يثبت أن الله سبحانه وتعالى كان في الأزل في لا مكان، هو بيقول كده بيصرح بده حلو. فإذا أنت يا ابن شمس الدين بتقول أن الذي يثبت كائنا لا في مكان يكون معدوما، فأنت أول واحد هيلحق بهذا الكلام ابن عبد البر. ولكن ابن عبد البر قال ها هنا أنه ما لا يكون في لا مكان منا،
إلى مكان منا. وهذا هو موطن الخلاف بين الحنابلة والأشاعرة، إنه إذا كان هو سبحانه وتعالى في لا مكان منا، فأصبح أو أن العقل يعني يوجب إما أن يكون الخالق داخل المخلوق أو المخلوق داخل الخالق أو هما متباينان، فيكون في مكان أحدهما في مكان من الآخر على سبيل الإضافة يعني. الأشعراء يمنعون هذا ويقولون أنه لو كان كذلك لكان متحيزا، ولو كان متحيزا لكان مفتقرا للمكان، ولو كان مفتقرا لكان جسما وبالتالي يكون محادثا. أما الحنابلة ومعه ابن عبد البر وغيره يقولون أنه هذه صفة إضافية لا تستلزم التغيير ولا تستلزم التحيز أنه محصور في مكان يعني. فقولك ابن عبد البر يثبت المكان على المعنى الذي يثبته له أنت وغيرك فيه إشكال. هل تعرف ما معنى هذا الكلام؟ هو أخرج الأشاعرة، الأشاعرة طبعا يقولون الله ليس في مكان، أخرج الأشاعرة من زمرة العقلاء ماشي. هو ذكر أن أيوة الأشاعرة يقول الله ليس في مكان، وابن عبد البر يقول أن الله سبحانه كان في الأزل في لا مكان، فهم متفقون على هذه النقطة، متفقان على هذه النقطة تمام. و الأشاعرة يقول أن الله سبحانه لا يتغير، فإن كان لا في كان في لا مكان ثم صار في مكان هذا تغير، والتغير يستلزم الحدوث. ابن عبد البر رد على هذا الكلام وقال أنه الانتقال من لا مكان إلى مكان لا يستلزم التغير، وما كانش بيرد أصلا على الأشاعرة، كان بيرد على الجهمية ويقول إذا أنتم أثبتتم أنه كان لي كان في لا مكان ثم صار في كل مكان فهذا تغير، نحن نقول كان في لا مكان ثم صار في فوق العرش. المسلمون أن المسلمين يعني، لكن هو قال المسلمون جميعا. مش فاهم الحته الثانيه معلش. هو اخرج الاشاعره طبعا يقولون الله ليس في مكان، هو ذكر ان المسلمون ان المسلمين يعني، لكن هو قال ان بتحاول ماشي تحاول تصلح غلط النحو بتاعك. المسلمون جميعا، لا المسلمون وكل ذي عقل لا يرون ان هناك كائن. لا هذا دليل عقلي، وانت من شويه كنت تقول ان ما لا يوجد في الشاهد في الشاهد يعني لا يصفه ذو العقول الا بالخبر تمام، وهذا تناقض. في مكان منا، طيب الأشاعرة يقولون ان الله ليس في مكان منا، ايش يعني مكان منا؟ مع كلمه منا يعني فوقنا او تحتنا او يمين او عن شمائلنا او عن لا حول ولا قوه الا بالله، امامنا او خلفنا، هذا مكان منا. فابن عبد البر اخرج يعني ذكر قول المسلمين واهل العقول أنهم لا يتصورون. طبعا هي المسألة دقيقة جدا ومحتاجة إلى حسن تصور يعني، لأنك إذا قلت أن الله سبحانه وتعالى في مكان منا في جهة معينة، هل هو محصور في هذه الجهة ولا ليس محصورا؟ طب إن كان ليس محصورا إذن هو ليس في مكان، يعني تعريف المكان إيه؟ ما ينفذ فيه الجسم. فإذا كان هو ليس سبحانه وتعالى ليس بجسم فهو لا ينفذ في مكان، فلا يجوز أن تعتبر اللا مكان إلا مكان. أما إذا قلت بقول ابن عبد البر والحنابلة أنه في مكان بالمعنى الإضافي، يعني أن الله سبحانه وتعالى الخلق إما أن يكون داخلون فيه أو أن يكون هو داخل في الخلق أو أن يكون متباينين لا يدخل أحدهما في الآخر، فإذا والثالث هو الصحيح. ثم الجهة التي أنيط بها الخلق هي جهة السفل أو السفل، وجهة الخلق هي العلو، وأن هذا على معنى الإضافة، وأن الإضافة يعني إضافة الخالق للمخلوق، المخلوق قصدي إلى الخالق، لا تستلزم تحيزا ولا تمكنا ولا افتقارا ولا شيء من ما يقوله الأشاعرة. فالمسألة دقيقة، مش بهذا الطريقة يعني. ذلك ولا يقبلون بذلك، لكن الأشاعرة يقولون بذلك. طيب هو أنت إما أن تقول أن الله سبحانه وتعالى كان لي في لا مكان منذ الأزل، فإن قلت أن الله سبحانه وتعالى كان في لا مكان في الأزل هذا معناه أنك تقول أن الله كان معدوما، لأنك قلت أنه من كان في لا مكان يكون معدوما تمام، أو أن تقول أنه كان في مكان أزلي، فهذا المكان إما أن يكون مكانا وجوديا أو مكانا عدميا، لو كان مكانا عدميا خلاص يبقى أصبح هو لا مكان، ما نفس المعنى يعني. وإن كان مكانا وجوديا هذا الوجود إما مخلوق وإما أزلي، فلو كان مخلوقا فكيف كان قبله، ولو كان أزليا فأنت أثبتت مع الله قديما لم يخلقه الله، فإذا أصبح الله ليس بخالق كل شيء، فأنت في جميع الأحوال في عندك مشكلة.
في الأشاعرة بالنسبة لابن عبد البر رحمه الله أخرجه من دائرة أهل العقول تماما. طبعا هذا حسب فهمك أنت، لم يصرح بهذا لكن أنت فهمت هذا المعنى. هو أصلا لم يرد حتى على قول الأشاعرة أصلا في كلامه، يعني ليس فيه رد على قول الأشاعرة. أخرجه من دائرة المسلمين تماما بهذا الكلام، الأشاعرة الذين تركوا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وإجماع المسلمين ثم قالوا الله ليس في مكان. هو كان في لا مكان في الأزل، لأن الله خالق كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، ولا يجوز أن يكون هناك شيء مصاحب أو مقارن للوجود الإلهي منذ الأزل، وإلا إما أن يكون مفتقرا أو أن يكون الله ليس خالق كل شيء والعياذ بالله. لكن طبعا بعد خلق المخلوقات القول الأسلم يعني الله سبحانه وتعالى في جهة العلوم بلا تحيز ولا تمكن ولا كذا يعني. لكن خلاف الأشاعرة في هذه النقطة ليس هو بهذه الصورة الساذجة يعني الذي يطرحها وشيخهم الذي ينتسبون إليه أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، هذا كتابه مقالات الإسلامية، يقول فيه أن هشام الفوطي هذه المقالة أن الله ليس في مكان هي مقالة قسم من المعتزلة وأسسها هشام الفوطي. هشام الفوطي هو شيخ الأشعري. طبعا لازم حركات اجيب لك كتاب من ورا. طب ما تعرضه عادي زي ما بتعرض اي حاجه، ايه لازمه السيناريوهات دي يعني اللي تجيب من ورا بقى وتحطه قال وفات انت فتحتش الكلام اصلا. بحسب كلامي الذي ينتسبون اليه هو حسن الاشعري، وبالنسبه لراي ابن عبد البر فهم ليسوا من جمله ذوي العقول. ثم في صفحه 107 تمام روى حديث ابي رزين العقيلي وكان قبل هذا الحديث يقول أن الله كان في لا مكان، وأورد هذا الحديث للدلالة فيما أظن يعني على أن الله سبحانه وتعالى كان في عماء، أي كان في لا مكان أو ما فيش وجود يعني ما فيش مخلوقات. آسف. رزين العقيلي رحمه الله تعالى، هذا الرجل من الصحابة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. ابن عبد البر روى هذا الحديث محتجا به على ايه؟ هو ده السؤال، كان محتجا به على ايه؟ على ان الله في مكان منذ الازل؟ لو على كان في لا مكان منذ الازل لم يذكر انه ضعيف ابدا ورواه لم يذكر انه ضعيف، لكن هذا ليس معنى انه يصححه، ربما يستشهد به محتجا به وهو صحيح، واعلم ان من المعاصرين من ضعفه، ولكن هذا التضعيف له وجاهته، ان وكيع ابن حدث او ابن حريث او اختلفوا في اسمه يعني مجهول، انه عند السلف صحيح كما نقل عند السلف صحيح. شوف المغالطة التعميم، ايه بقى الدليل؟ الدارقطني في كتابه الصفات نقل ذلك عن عن ابي عبيد، ده بقى متحدث رسمي تاني باسم السلف رحمه الله تعالى، القاسم بن سلام المتوفى عام 224، الذي ذكر عددا من الاحاديث وقال هي عندنا حق لا شك فيها، عندنا عندهم هو من السلف، عندنا يعني عند السلف كلهم، فاهم قصدي؟ مش عندنا مثلا عندي انا، ممكن اقول مثلا مذهبنا في هذه المساله كذا وكذا، ممكن اقول مذهبنا مذهبي انا، بتكلم عن نفسي مش بتكلم عن كل الناس، او بتكلم عني وعن شيوخي مثلا، مش لازم يكون بتكلم عن كل السلف. ثم هو ذكر هذا الحديث ضمن مجموعه احاديث اخرى وذكر انها صحاح، والاحاديث الثانيه فعلا صحاح، ف قد يكون يتكلم عن المجموع لا عن الجميع، يعني هذه الأحاديث وما شابهها من الأحاديث لا ترد هكذا بمجرد أننا استغربنا معناها أو كذا، تمام؟ ثم هب أنه هو يصححها، هل ده معناه أنه خلاص كلامه معصوم هو لا يخطئ مثلا؟ مش فاهم. قال لك العقيدة أن تقول ما قاله الله وما ثبت عن رسوله، طب هذا لم يثبت، لا هو ثبت بالعافية عشان فلان من السلف قال هذا عندنا صحيح، وكان بيتكلم على مجموعة أحاديث خلاص. إذن ثم إن ابن عبد البر نفسه لا أذكر في كتاب الاستذكار أم في كتاب التمهيد ذكر خبرا قريبا من هذا الخبر، ومجموعة الأحاديث اللي ذكرها ما كانش فيها هذا الحديث اللي هو أين كان ربنا، لو كان بيتكلم على حديث حتى يضع الرحمن فيها قدمه، وحديث وبعض الحديث كده لا أذكرها يعني، لكن لم يذكر في هذا الحديث، ربما يكون خلاف روايات، ربما يكون قصتين مختلفتين، لكن على أي حال هذا إجمال يعني، هو أجمل في الكلام
فده فهم انه هو ابي عبيد القاسم بن سلام يصح هذا الحديث تحديدا، مش بس كده، ولما قال عندنا يبقى عند السلف كلهم يصححونه. هذا فهم الجميل العجيب. عند السلف هذا الحديث وغيره من الحديث حق لا يشكون فيها. ماشي. وانا ومن المفترض اننا نتبع السلف فلا نشك فيما لم يشكوا فيه، فهذا الحديث. طيب بس انت بتشك في الاحاديث التي احتج بها بعض السلف في الفقهيات لما يختلفوا مع بعضهم بعض، بتقول لا ده قال مثلا به سفيان الثوري، او ده احتج به الشافعي، او ده احتج به احمد وفيه ضعف مثلا. لكن تيجي على العقائد عشان واحد قال هذه الاحاديث، كان بيتكلم عن مجموعه احاديث من ضمنها الحديث ده، قال ان هذه عندنا اللي هو مكتب عندنا عندي انا يعني، او عندنا عندي وعند شيوخي مثلا، لا عندنا يعني عند كل السلف. اذا كل السلف لم يشكوا، فاذا انت شككت في هذا الحديث انت تخالف السلف. ماشي. صحيح ويفوت كبود الاشعريه ويرويه ابن عبد البر مقرا له محتجا به. على ماذا؟ حسب السياق، وكان بيتكلم عن الله كان في الازل في لا مكان. حسب السياق انت فهمت ايه؟ انا مش عارف السؤال بعد الكلام اللي انت بتقوله، انا مش عارف. الرجل ابن عبد البر لا ننكر وقوعه في بعض مزالق الجهميه ولا لازم بقى يديك ايه حتى كده عشان كل المخالفات اللي يذكرها اي حد يقولك والله ابن عبد البر يخالف في هذه المساله وفي هذه المساله، يخالف ان المجيء ليس هو من الانتقال والزوال مكان الى مكان، وان هذا من صفات الاجسام والجواهر، وان ابن عبد البر اول صفه الملال وصفه الضحك عشان تذكروا كل هذه المواضع وكل هذه المواطن التي تخالف تماما المنهج الذي يذهب اليه هؤلاء، فيجيب لك خالف في بعض المزالق بقى ماشي. لكنه موافق في أكثر المسائل لأهل السنة، بل ونقله، سأنقل لكم الموضع كتابيا لأنني لم أحضره، نقل عن ابن خويزمنداد. إيه علاقة ده بقى بأنه موافق لأهل السنة؟ يعني نقل عن ابن خويزمنداد أنه الأشاعرة لا 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 يستشهدون مثلا، ولا تقبل شهادته. إيه علاقة ده بأنه يوافق أهل السنة؟ هو أحد علماء المالكية، نقل عنه أن الأشاعرة أهل الكلام عموما ومنهم الأشاعرة لا تقبل لهم شهادة، لا تقبل لهم شهادة طبعا، ولم يعلق عليه باستنكار ولا شيء، وهو الذي نقل هذا القول للناس ونشره بين الناس. هذا يحتاج إلى تحرير يعني. ماشي. لا تقبل شهادتهم، ربما لا تقبل شهادتهم لأشياء أخرى، ربما لا تقبل شهادتهم مثلا لأقوال لا علاقة لها بالأسماء والصفات. إحنا حدثنا هنا عن الأسماء والصفات، هل ابن عبد البر منهجه حتى لو هو ذم الأشاعرة نفسه؟ طب ابن الجوزي كان يذم الأشاعرة ويوافقهم عادي، ابن حزم يذم الأشاعرة بل ويكفرهم في بعض المواضع ولكنه يوافقهم في الأسماء والصفات. ففكرة أصل هو بيخطئهم دي ملهاش علاقة، إذا كان هو يوافقهم في المنهج في تلقي الأسماء والصفات كما قلنا باستثناء موضوع الاستواء، لأنه يقول فيه بقول قريب من بعض متقدمي الأشاعرة ومن الحنابلة المفوضة. عايز ثم يحاولون أن ينسبوا ابن عبد البر إليه. وما نسبوش ابن عبد البر إليه، ما قالوش ابن عبد البر أشعري، ويقولوا أن ابن عبد البر يوافق في كلامه أو في تصوراته العقدية يوافق قول الأشاعرة المفوضة يعني منهم. هذا أمر عادي اعتدنا عليه، والله المستعان. والله المستعان فعلا. ونسأل الله لهم نسأل الله الهداية والرشاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.